بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. درسنا ما أنت وحكى بالابنة آيدة بقول يا سجاشن يا أفرات يا سورة البقرة إلى وحليه: الشهر الحرام بش حرمضره بالشهر الحرام أي يودجنتا، والحرمات حرمات كنا قصاص وإسكودجمان والإسكودة، فمن اعتدى عدي حد جد بتمرك عليكم دشينا فاعتدوا كحد جد عليه دشي سب مثل ما كي وحلم إذا كل حد جد اعتداء وحد جد عليكم دشينا وكل حد جد، واتقوا الله ألانا كعب صدا، واعلموا أجادنا أن الله ألا مع المتقين متقين تمعود إنه هذا حنكسر جد ترني سورة هاد سورة البقرة كارهان قيبت إلهي سبحانه وتعالى أوجه الله لدجال لنك قال هذا لدجال لما يجهات كي أحكامتي سواح كصابص ماشان إلهي حوجه ورحمه سبحانه وتعالى بلاه حرمة له دجال لنك لدجال لما واح كصابص يمرر أي برنان تهي إن لدجال لما بلاه حرمة له بلاه لبايو توان كاه أو سندو إيكا كوبان تهي وحكو ترى كوا أشهر الحرم ليرهدو كوا أشهر الحرم ليرهدنا وا أفر بلوت أفر تاسي بلود وذي القعدة يذي الحجة يمحرم وإسحكته حيث ما لدو يقانان سيدتال يأرفو يسكو يرجبو قارأه أفر تاسي وحيهين بلا حرم ذلك والله بيتو منك بلودو سندو إيكا كوبان تاهي كميدا بلا سمرك بيل كميدا انت قال لقو بالله وقال هذا والدي لكن إلهي وحو الشيخ سبحانه وتعالى حد أيوه بيل بلا سكميدا أي حرمة ذي الجبيان أدون كنا بل بلاها كم إذا حرمة ذي الجبيان ما دام أيوة إذن كجهر مرين ما دام أيوة إذن كجهر مرين مركز سواح على قد أيوة حيابي حرمة لها قصاصة على قد أيها دي أيوة كحد جدبان ميت كم إذا أدون كنا ميت كلا كحد جدبة أو سيدا أيوة حد جدبان أو كلا حد جدبة أو ولا دجا الله مع الجوضة إلى مركو عيد الشهر الحرام بش حرمة له بالشهر الحرام أيه يقول دكان تابيل كلو حرماله أيه يقول دكان تا حد جدوب ليدن كحد جدوب بيشان وحد كوب بدال كرتين بيل كلا إن أدون كنا عدقال كو قاضان هو بليه حرمة الله كم ذا والحرمات يا مرك إلهي يري أنت على سيئة كي حرمات كي وحيابها لو واجبية إن لاحترامه قصاص وقوة سكول دجمة فمن اعتدى قفك مرك حد جدب عليكم دشي إن أقال هذا كم ذا فاعتدوك حد جدب عليه أسيج دشيسة بمثل ما كي أو كلا اعتداء حد جدبي أو نقول حد جدبي عليكم دشينا وهذه قالوا بالحرمة لا ينصو ويران وبلها سكمة هذين كنا بالكلو حرمة ويروا فوق هذه كرتين ودولان يدجال وفوق هذه كرتين بالحرمة وفوق صور أن بالحرمة وير وهذه الكرت سيسقى باللابي لكن هذا كوب باللودان لما أقوله وحي فعل كي يقول عنا وقالوا أي سمايان oo dan dan siga muslimiinta la dan dan sada iyo weerarka muslimiinta la weerara ah ixtidaa waa lagu magacaabay xaqiiqatan waa yahay had gudub laakiin arsiga muslimiintu ay ka arsanaayeen iyo weerar celinti ay weerar celinayeen muslimiintu ayadana waxa lagu magacaabay ixtidaa iyo had gudub ixtidaa iyo had gudubna ma xaqiiqatan ee waa arsasho maxaa marka laakiin lagu magacaabay ixtidaa waxa ixtidaa lagu magacaabay من باب المشاكل وايدين علمادو لبدو ديال الاسكو اكيسيا درس نمدا ما دام اسكو ميل لوو شيغاي لبدا شي وها هدا قولاداس وراي سمايينا لفظ اعتداء او يهي ايا قيبت دمان اعتداء لوو مغعابا ايدانا ايدون حقيقه حد غدوبهين وها لميدا وجزاء سيئه سيئه مثلها قف هدي وح كو غيستو كو ظلميدو او وح كو غارسيدو اما المركيد وح واين انتيو كلا غارسيدو قفكي غردردي او كو غردرهيستاي سيئه وا اهيد لكن كارسغي لغا ارسناي سيئه اما إلهي لكم حلية وجزاء سيئة سيئة مثلها إلهي لي سبحانه وتعالى فمن اعتدى عدي حد قدبت عليكم دشي نفع اعتدوك حد قدب عليه دشي سبي مثل ما كي أكل كل حد قدب اعتدى عليكم أودنك إن كل حد قدبي واتقوا الله ألانا كعب صدا واعلموا أقادنا أن الله ألا مع المتقين إنو يهيو يان لحد قدبين ونبات انتي كبضا يان لقارسيني ضدك وهل بل وحرمال هدي جبيان أدنك لباب بلوثا كاردقينينا وأنفقوا بحية في سبيل الله وضد الله وحكوا بحية ولا تلقوا هنطورننا بأيديكم
أي أيديكم يا أنفسكم نفهينا هكو تورنينا وهكو ردينينا إلى التهلكة هلاك حقيسها هكو تورنينا وأحسنوا هجاجية وح إن الله محايا لألي يحب واجعليها المحسنين كو وحاجاجي ومحسنين تأه إلهي واجعليه آيات دان وحلو شيئا سبب نزول بل لبا سبب نزول إلى هذا هاي ميت كميدا حذيفة سوري وصحابة النبي كميدا ووحي فسو دكتوري نفقادة ضد كقار كميدا أيا وحي كجوك سدين نفقادي إيا هانتيدي إيكو بحين أيين جهادك في سبيل الله إلهي مركو حولي وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك تهلكوا هاسكو تورينا يهلاك نفتي إنها هلقنين ونفتي هلقيال هنقنين إسكب بحية نفقادة إيو حيابها جهات وكسو عالها إيو هانتدا بحية محايا لها دي جهاتك هانتلقوا كبي وايو جهاتك ضعيفة دي جهاتك ضعيفنا دادكو الدنيا دانو كو ضعيفة يان آخرنا هدي أرنتا سواب وآها يان يوحي سواب أرنتا سواها يكشقي إقابي مضانا يان أيوغنا إيهلاقي مضانا يان وحاكرو ليروا سواب نزول إيوتهي أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي الإيران أو شاقي وحي روحي كسو دكتي أنصاري كسو دكتي آيادو ونما كرير أنصاريت هيا مركي إلهي سبحانه وتعالى دينتي سأو عزي ما رب ظن الله فرطي لولك مسلمين تونا أو باهي أو بلارت أي واحد هن تيس ورصدين أي واحد هن إلهي سبحانه وتعالى نبي سوى سودو ويدن وسودو ويني وان أقرقارني وأوهي لني إلهي سبحانه إلا إلهي سبحانه وتعالى دينتي سأو قرقاري oo islaanimadu iyo islaamku meeshaad arkaydan uu gaaray hada kadib markaa hadii aan u jeesano xoolaheena iyo wixii lamida iyo aruurteena iyo ilmaheena iyo eelkeena dhex joogooda maxaa naga baahay dhe markaas ilaahay aaydan soo dejiyo subhanahu wa ta'ala ayo idoo looga digayo nimankaas muslimiinta oo saxaabada nabiga kaleey salatu wasalam inay ka joogsadaan oo ay ka fadhiistaan jihaadki iyo dagaalki guriyaha iyo reerahana ay fadhiistaan iyo xoolaha dhexdooda ilaahay markaa wuxuu yiri wa anfiqu bixiya fi sabiilillaah wadada allah wax ku bixiya walaa tulquu hana tuurinina bi aydiikum ba'du wa silatun wa tawkid ay aydiyakum aydiyada wa jamcu yadin wa gacmaha waxaan laga wadaa nafta qofka oo dhamaan laga wadaa walaa tulquu ha tuurinina oo ha ku ridinina bi aydiikum ay aydiyakum gacmihiina iyo naftiina ila tahlukati ay ila halaaki halaaki ha ku ridinina oo halaag horseedinina labada arimood mid kasto qofka uu sameeyana naftiisa halaag u horseeda hadii nafaqadii iyo xoolahi jihaadka uu ku socolaha qofka uu diido naftiisa halaag aakhiro u horseeda iyo dulli adduunyo hadii qofka uu jihaadkii nafahaan u aadi waayo oo guriyaha ilmaha dhex fadhiistana asna wuxuu naftiisa u horseeday qofkaasu halaag u horseeday halaag adduunyo iyo mid aakhiro ayada marka waxa soo gudagala saas saban usulku baa ahaado laakiin waxa soo gudagala wax walba oo nafta lagu haligaayo oo nafta aan loogu tureyn oo sharciga khilaafsan oo soo gudagalay nafta qofka inay halagto lama rabo walaa taqtulu anfusakum ila ilaahi subhanahu wa ta'ala naftiina hadilinina oo naftiina haliginina oo nafti haligiyaal ha noqonina wa ahsinu hagaajiya acmaashiina maxaa yeelay inna allaha alla yuhibbu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah wa atimmu dhammaystira alxaja walcumrata lilah fa in uxsirtum meeshaana waxaa loo gudagala wax ku saabsan xajkii iyo cumradii iyo axkaamtoodii إلهي مركو حويري واتيمو رمستيرا مسلميني الحج حجك رمستيرا يو العمرة عمرضا لله إلهي درتو رمستيرا فإنو حصرتم هدي ليدين حصريو أو ليدين جوجيو ليدين منعيو أو ليدين كم منعيو رمستيرك حجك فما استيسارا أي فعليكم دشينا وحا أهاذي ما أي أهاذي استيسارا فوضاذي من الهدية ولا تحلقوها نحيرينينا رؤوسكم مدحيدين حتى يبلغ الهدي إلا هدي أوكاقارو محله ماشي إن لبريو إكو حلال نغوله فمن كان عدي أهاتي ومنكم أذنك إذن كم إذا مريضا مدبوكا أو به أما أو كسوغيها ساقا أذن لب أو كسوغيها أو من رأسي كأهاتي فحلق حيرا فعليه دوشي سوحا أهاتي فيدية إسفرشو أو من سيام صون كأهاتي أو صدقة أما صدقة كأهاتي أو نسوك أما قورع كأهات فإذا أمنتم هداد آمن نغطان مركا فمن تمتع قفك راحست بالعمرة عمرك راحست إلى الحج إلى حج لقا قارايو فما استيسر اي فعليه دوشي سوحا هذا ما استيسر وحي فوضاضي ومن الهدي هدي كمذا فمن لم يجد غفكا هيلين هدينا فصيام ثلاثة ايام اي فعليه دوشي سوحا هذا صيام ثلاثة ايام سدح مع الموت سونكوت وفي الحج وكصومه انت حاجك اللي قدنا ايو ايو سبعة تضبع ايا دوشي سأهاتي او صومه اذا رجعتو مركا اللابتان السونتان تلك تاس عشرة وطبن او كاملة رميستران تضبع ايا سدح مركا اللي اسكدرو ذلك كاسي wuxuu usugnaaday liman ayuu usugnaaday lam yakun aw saahanin ahluhu ahlkiisu iyo reerkiisu haadir il masjidil haram masjidil haram ka kuwa kufran oo degan wattaqullaaha allana ka cabsada wa'lamu ogaadana anna allaha alla shadidul iqaabi inuu ahaad
meeshan waxaan ka gudagelinaa wax ku saabsan ahkaamta xajka. Xajka ahkaamtiisuna waxaa laga yaabaa dadka in badan oo kamid ah si daqiiq ah u fahmaan ay ku cuslaato dadkaas soo ah dadka aan xajka tagin, laakiin ciddii xajka tagtay waa u fududahay ahkaamta xajka fahamkeedu. Ilaahay marka wuxuu yiri wa atimu dhammaystira alxajja wal cumrata, xajka iyo cumrada. Xajku qofka waa ku waajib cumrigiisa mar bil ijmaac, waana rugnun oo min arkaan islaami kamid ah xajku. Haddii qofku uu awoodo inuu xajiyo oo xoolihii uu ku xajilaha uu haysto oo ilaahay awood u siiyo subxaanahu watacaala, xajku qofku waa ku waajib. Walilaahi cala annaasi xuju lbeyti, ya ilaha ilahi subxaanahu watacaala man istaaca ilayhi sabiilan. Cumradu laakiin waa laysku khilaafsan yahay, ma waajiba mase waa sunna, waa laysku khilaafsan yahay. Say rabtaba ha ahaatee, xaj iyo cumro haddaad gudagasha laakiin inaad ammaystirtaa waa kugu waajib, inaad burido lama ogola. ilaahay marka wuxuu yiri wa atimu dhammaystira alxaja, xajka iyo walcumrata, cumrada haddaad gudagashaan dhammaystira ood xirataan labadaba lilaahi, ilaahay darti u dhammaystira. fain uxsirtum, haddii marka laydin xasriyo oo ixsaar laydinku sameeyo iyo is-hortaag, haddii laysakiin hortaago cumradii inaad dhammaystirataan ama xajkii aad dhammaystirataan, oo col iska kiin hortaago mathalan iyo cadow dhex idiin galay, sida nabiga calayhi salaatu wasalaamba looga manciyey inuu kacbada dawaafo cumratu lxudaybiya cumradii aheyd, ama col idinma hor istaagin laakiin duruuf kale idin hor istaagtay oo qofkii mathalan waa xanuunsaday, markaasaa dhex laga soo celishay oo dhex ka soo laabtay, ama dhexow iskaga bukaday, ama waa jabay qofkii, wuu xibin uusaa xajka kasii guda karin, acmaasha xajka uusa kasii wada karin, iyo acmaasha cumrada ayuu ninkii ka jaba ama qofki ka jaba, ixsaara ku dhaca qofkaas. maxaa laga rabaa? fa in uxsirtum, haddii laydin xasriyo oo laydin manciyo oo laydin hor istaago is-hortaag laydinku sameeyo inaad acmaashii cumrada iyo acmaashii xajka aad dhammaystirataan, famastaysara ay facalaykum, dushiina waxaa ahaaday maa ayaa ahaaday istaysara fududaaday, oo min alhadyi hadyiga kamida, haddii saasu kugu dhacdo meeshii aad joogtaad hadyigaad wada ku gowrace kadibna iska soo laabanay, madaxana waa iska xiiray sida nabigu waa uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam, xudaybiye uu ku sameeyey iyadoon xaramka aan ahayn anke. ixsaarkaas waxaa kaloo soo gudagalaa waxyaabaha dadka qaar ku dhaca mararka qaar, oo eeraboorka markuu tago kale isagoo xarman eeraboorka laga soo celiyo mathalan, eeraboorka jiddo kale, ama magaalada maka laga dhex qabto oo lagu khaldamo ee la soo celiyo qofkii oo la diido acmaashii xajkan u dhammaystirto, ixsaarkay ka mid. marka fa in uxsirtum, haddii laydin manciyo, famastaysara ay facalaykum, dushiina waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaaday, oo min alhadyi hadyi ah, walaa taxliquu, hana xiirinina ru-uusakum madaxyadiina, xataa yabluqa alhadyu maxillahu, sida saxiixa waxay ku cadfan tahay walaa taxliquudaani waatimu lxaja, oo waxaa leeyahay xujaayey iyo muctamiriinay walaa taxliquu, ha xiirinina ru-uusakum madaxyadiina xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyigu uu ka gaaro maxillahu booskii gowriciisu uu ku xalaal noqolaha. oo markaad xajinayso hadyu waxaa jira xilli in la qala ay bannaan tahay, oon ka hor aan la qalaynin, waa maalinta ciidda ah iyo saddex maalmood oo ka dambeyda, ka hor lama qali karo ilaa marka xilligaas laga gaaro madax ayaan la xiirin. wa xirmada madaxa waxaa u horeyda maalinta tobanaad, xajka qofka gudana maalinta tobanaad ayuu xiiri karaa madax, ka hor ma xiiri karo. meesha hadyiga lagu gowracaana oo in lagu gowraco ay xalaasha tahana, waqti ahaan waa shagnee, makaan ahaanna waa xaramka, lagama dhex saari karo. marka ilaahay wuxuu leeyahay walaa taxliquu, ha xiirinina ru-uusakum madaxyadiina xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyigu uu ka gaarayo maxillahu meeshii in lagu gowriciisu uu xalaasha ku noqolahaa, oo waqti ahaan maalinta tobanaad iyo saddexda maalmood oo ka dambeydo ayaa mutashriiqa ah, makaan ahaanna waa xaramka. faman kaana, marka qofkii ahaado minkum idinka idin ka mid a mariidan ou bihi adan, ama uu isaga ku sugan yahay adan dhib oo min ra-sii madaxiisa ka ahaaday, ee fa xalaqa xiira fa fidyatun, ee facalihi dushiisa waxaa ahaaday fidyatun, isfurasho oo min siyaamin ou sadaqatin ou nusukin. waxaa meeshan looga warramay haddii qof dadka ka miduhu uu gaarsii waayo madaxii xiirmadiisii waqtigii loogu talagalay madaxa in la xiiro, oo maalinta tobanaad ay ugu horreyday oo bisha dilxija ah, oo maalinta ciidda ah, ciidweynta, haddii qof gaarsii waayo xiirmada madaxa xilligaas sababa jira iyo duruufo jira awgood oo madaxa ka jira, ama madaxiiya injiir badan oo ka cuntay sida saxaabada qaarba ku dhacday oo injiirtii a ka badatay, ama madax xanuun iyo wax lamid ah oo aan suulaynin ilaa madaxa laga xiira qof ku dhacay, ama madaxii un cillad uga timid, waxaa u bannaan qofkaas inuu madaxa iska xiiro, waa bannaanta. laakiin maxaa lagu leeyahay
fidya lagu leeyahay iyo furasho isfurash waxyaaba laga rabaa meeshan soo socdo waxyaaba soo socda wax kamid ayaa qofkii laga rabaa ilaahay markuu xiriir faman kaana qofkii ahaado minkum adiga kamida mariidan midbuk hanuun oo hanuun sanya dirtid malaria wax lamid ay duuma ku dhacday asa waxa madax laga xiro aw bihi ama uu ku sugan yahay asaga adan dib uu ku sugan yahay oo min raasi madaxiisa xagiisa ka ahaday madaxu ka dhibaateysan yahay oo fa xalqa xiira loo soo qadara madaxi iska xiira fa alayhi dushiisa waxa ahaday fidyatun isfurash oo min siyamin ka ahat siyam yason aw sadaqatin ama sadaqa ka ahati aw nusukin ama ka ahati sadaxda midku doorto ayuu qofku u sameeynaas arimahaas wax kamida ku dhacay yani madaxi xiire dhurufa jira awgood hanuun iyo wax madaxa ka galay iyo wax lamida haddii madaxi u xiire qofkii waa u banaanta inuu xiiro laakiin wax laga rabaa shaadan mid kamida siyam sadax maalmood oo soo midan aw sadaqatin ama sadaqa u labaxo culimada qaar waxay dhaantoon miskiin oo qoodina qaarna waxay dhaan lix miskiin oo qoodina miskiin walba aan saacow seena aw nusukin ama gowrac ayuu sameynaho riyo bireyna neef ari ayuu gowraca saddexaas mid kamida ayuu bedelkii wixii ka dhacay oo ahaa waxyaabihii la rabay in la ilaaliyo oo ilaali waayay asagoo cudurdaar leh bedel sheegas bedelkiisi intaanu la imaana mid kamida faida aamintu marka hadaad aamin noqotaana ilaahay faman tamattaa bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faida aamintu laba arimood ba ama laba shay ba soo guda galayaan cidii culku hor istaagay ama markii hore ixsaarka lagu sameeyay oo dhamaystirka cimrada iyo xajka lagu hor istaagay ayaa cidii hor istaagtay ka wareegtay cidii fiisaha ku diidaneed iyo dalku galka ama ku diidaneed gelida magaalada ayaa ku ogolaatay inaad magaalada gasho ama markii horeba lagu ma hor istaagin labada qolba soo guda galayaan ilaa markii xuriyada faa'iido aamintum hadaad aamin noqotaan oo ixsaarkii aamin aad ka noqotaan iyo is hor istaagi ama markii horeba aan la idin hor istaaginba faman tamattaa qofki marka tamattuca oo raaxaysta bil umrati umrada ku raaxaysta ila alhajj ila hajka laga gaarayo famastaysara fa alayhi dushisa waxa hada mastaysar wixii fuudaday oo min alhadiya meeshan waxa looga waramay noocyada hajka nooc kamida iyo qaybaha hajka qayb kamida saddex siyaal loo haji kara saddexdaasi mid waa ifraad oo haj kaliya qofku xirana haj kaliyuna hajina mid kamidana waxa la yiraahdaa qiraano umradii uu umraysana umradaas oo umraysto ku jooga ilaa hajku uu ka dhasho oo waqtiga hajka laga gaaro kadibna waa u hajina oo isku dara tamattuu ma sameynayo qaybta saddexaad waa tamattuu waa midka aayada lagu sheegay oo ah qofku waa umraysana ashurul hajji bil kam marka mid uu umraysana marka uu umraysto umru uu niyiisana marka hore umru uu xilana kadib waa umraysana acmaashi umradu dhameeyna kacbada tawaafa marka uu tago sacyigu sameeyna kadibna madaxii iska xiira ama iska gaabina acmaashi umrada marka uu dhameesto ayuu xalaal noqona xilligi rabtaha ahaatee bilii hajka mar uu kamid ayuu lagu jiro xalaal uu ahaana qofkaasi oo waxyaabihii qofka xarman ka xaraam tahay waa u xalaal noqonaya ilaa laga gaaro maalinta 8aad maalinta 8aad markii la gaaro yoomu tarwi ah ayuu xajka xirana intii ka horeeyay xaasaskiisa reeriisa waska isticmaalay madaxu waa u daboola tinta waska xira kare cidiyaha waska jaraay waxyaabaha qofka xarman ka mamnuuc ah hodan asaga mamnuuc kama ahayn tamattu waa marka raaxays saddexda qaybood oo loo xajiba bil ijmaac mid walba kamid waa banaanta laakiin yaa fadli badan ayaa khilaaf ka taagan ilaahay markuu wuxuu yiri faman tamattaa sida marka fadliga badan sida yaani raajixa waxa fadli badan tamattuca oo fadli badan maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa uu tamaniyey tamattuca saxaabadana waa amray faman tamattaca marka ilaahay wuxuu yiri qofkii tamattuca oo raaxaysta bil cumrati cumra ku raaxaysta ila alxaj ila xajka laga gaarayo raaxadu waxay ka timid waxay raaxadu ka timid qofkii waxyaabihii muxrimka iyo qofka xarman ka xaraam tahay ayaa markuu cumraystay loo ogolaada oo qofkii xalaal u noqda halkaas aan raaxadu ka timid naftiya loo raaxeeyay faman tamattaca qofkii marka raaxaysta bil cumrati cumra ku raaxaysta ila alxajj ila xajka laga gaarayo famastaysara ay facalihi dushiisa waxaa ahday mastaysara min alhadi wixii fududaaday oo hadi ah qofkan laakiin waxaa lagu leeyahay mutamatica oo nuucaan u xajiye waa nuucaha dadku u badan inay u xajiyaane oo tamattucaahe qofkii u xajiya oo inta cumraysta cumradii ka xalaal noqda kadibna suga isagoo xalaal ah ilaa xajka laga gaarayo calaladii wixii dhammaacad cadda iska dhigay qofkaas waxaa ku waajibaya arrimaha meeshan lagu sheegay hadi iyo naaf inuu gowraco ri hadduu awoodi waayo naaf inuu gowraco sida soo socota saddex maalmood ayuu soomaa xajka ku soomaa iyo acmaasha xajka intuu gudana toddoba maalmoodna markuu laabto ayuu soomaa ilaahay marka wuxuu yiri faman tamattaca qofkii raaxaysta
بالعمرة إلى الحج كرة حيستفى مستيسر أي فعله دوشي سوحا هذا مستيسر وحي فضاضي ومن الهدي هدي كهذا وهدي كمدة وهدي كمدة فمن لم يجد قف كان هيلين هدي أو تمتعنا فصيام أي فعله دوشي سوحا هذا صيام ثلاثة أيام سدح مال مدسون كود في الحج أو كصومه أنت عماش حج كلا وضو أنت عماش حج كلا وضو علماء غاروحي دهان طبعا كم مال موت وذي الحجة وهالريدة أنت أنك اللي قارين مال أنت سديدات وصماي كرا قرر واحد عن مال أنت سديدات وقبل لابا إلا قذالو أوذا هيدا قذالو أوذا قرر واحد بدها أيام تشريق وكرر كرا لكن سيدا في عنوين أيام تشريق كإلى ليو عيدا وركت بدا أنت وعماش حاج كتشريا لكن هسا ما يأرنتان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يو سبعة تضبا أيام لقولي هاي إذا رجعتم هداد لابتان أوذودن كين أو لابتان هدارتان ربها كسي صومي تلك إلى يحوير تاسي سدح يتضبا اللي سوقي عشرة وطبن أو كاملة رميسترا ذلك إلى يحوير مركا كاس تمتع بناناشيهيس واللعلي وحكالو اللعلي قفكي تمتع وحيابها اللقلي هنا واللعلي مركا ذلك كاس لمن أيو أسونا هذا لم يكن أوصاهان أهل الكيس حاضر المسجد الحرامي مسجد الحرام كميت حاضر هو الدقن أوصاهان أو حرام كالدقن ورهر مكان هين لابد ما يرادون هذا الشجنة ذلك كذا لو اسم شعرها لو علي كره ما يقول بوك كم إذا مر كوا حكي معنا أحكام جارة هذه اسم شعرها لو علي اللي يراه ذو تمتع وحوصنا ذي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام مع إنه وحون غنا غير مكة تمتع عيال الله ما أقوله ساسون غنا مع إنه هذه اللي يراه ذو قف كي تمتع وحيابها سلاجربه وهذه جا يهدو ويتمان كمان مدسون كودا وسد حاجة كوسو مايو تضبان مر كولا بتوسو مانا هذه لو علي أنا وحلاجة وضع قفكي تمتعو رهير مكة تمتعو أوبنايا رهير مكة يددك حرام كدقن لكن هذي تمتعان أو سفاداس أي كو حاجيان أيها اللغماله هدي ياس اللغماله أيها يسدح طبان كاس مار مدسون كودا اللغماله هدي هدي بحيوايان أو نفكي قوري عوايان اللغماله لبضا والير ذلك كاسي لمن أي أسقنا هذا لم يكن أوصاها من أهله الكيس إير الكيس حاضر المسجد الحرام مسجد كمسجد الحرام كاميد دقن واتقوا الله إلهي كعب صدق واعلموا أقادنا أن الله ألي شديد العقاب من عقاب تيسو أي درنتا إنو يهي أقادة وحاجكينا وحيابها منكراتك وحيابها لأيذن كرابي كإلالية درسي قلنا ما انتهى الكاس النجوغ والله سبحانه وتعالى على وعلم بالله التوفير.